ثلاثي الابعاد ببرنامج افتر افكت. نعم، برنامج افتر افكت يكتب نص ثلاثي الابعاد كما تشاهدون. هذا هو النص، نص جميل. برنامج افتر افكت يتحدى برنامج 3D كبرنامج 3D ماكس او برنامج سينما او برنامج الماي في كتابة نص ثلاثية الابعاد التي تستخدم في الاشارات التلفزية. الان سنبدأ عمل جديد، نضغط نيو بروجي. الان نذهب الى اعدادات الكومبوزيشن، نيو كومبوزيشن. يمكنك اختيار اي واحدة من هذه، انصحك دائما باختيار هذه لانها الانسب، تعطي العمل كأنه HD. من هنا يمكنك ايضا تغيير الريزوليشن، انا دائما اضعها فال. نضغط اوكي. الان نقوم بكتابة نص، نذهب الى لاير ونعمل تكست، ونذهب الى اعداد، الى نحول مود الى تكست. نكتب مثلا يمكنك تغيير النص، نقوم بتحديد الكتابة. يمكنك تغيير النص على يوجد موقع جميل بأكثر من خط أو فونت اسمه dafont.com، في العديد من الخطوط يمكنك تحميلهم. أنا أفضل أن أضع impact ونكبر التكست من هنا. هكذا، ثم نسحبه الى هنا. لكي نضبط النص في وسط الصورة دائما اختر هذه النافذة grid تيتل اكسيوم ساف، وضعه في الوسط. هذه النافذة تساعدك على العمل، على عمل التكست داخل وسط الصورة كي لا تضعه هنا، لانه ان وضعته هنا خارج هذا الخط فانه لا يظهر في الشاشة. الآن نضعه هنا في الوسط، والآن نغلق هذه النافذة، نذهب إلى اللاير ونختار نيو سولايد. الآن نختار اللون أحمر داكن، أوكي. والآن نقوم بسحبه إلى تحت تكست هكذا. الآن من قائمة الورك سباس نذهب الى افكتس ونختار، نبحث عن فلتر اسمه شاطر. شاطر يعطينا تأثير ثلاثي الابعاد، شاطر وهو قد ظهر لنا هنا، ويمكنك جلبه من قائمة الافكتس او ماذا تريد. نسحب شاطر الى ريد سولايد، ريد سولايد. الان كما ترون يعطينا انيميشن لوحده مسجل اوتوماتيكيا. الان سنقوم بالاعدادات اللازمة، نذهب الى وير فرام من هنا ونختار ريندريد هذه، ونفتح شاب ونذهب الى كوستوم هكذا. الان نقوم بالذهاب الى فورس لتعطيل الانيميشن الذي يعطيه لنا البرنامج، ونعمل انيميشن لوحدنا. صفر صفر، هذه الاعدادات كاملة صفر. نغلق فورس ونذهب الى فيزيك، صفر صفر صفر، وهنا ايضا صفر، وهنا ايضا صفر. نغلق قائمة فيزيك. الان من هنا من التكست نطفئ العين هكذا، عفوا نطفئ العين الأفقية، هكذا، ونذهب إلى الشاب، ومن هنا من قائمة نون نضغط على التكست، التكست يظهر لنا أوتوماتيكيا. هذا هو التكست الذي قمنا بكتابته ك HVFX، فيظهر لنا التكست. ونغلق شاب
أن نذهب إلى شاب أيضا، ونذهب إلى أو نغلق شاب ونذهب إلى إعدادات الكاميرا ونقوم هنا بالضغط. كما ترون التكس لا زال كما هو، لم يصبح 3D. الآن خطوة بسيطة حتى يصبح لنا تكس 3D. نذهب إلى شاب إكستريسيون ديف ونضع في القائمة 2. كما ترون أصبح التكس على شكل 3D. يمكنك الزيادة في الإعدادات أو ماذا تريد في الاختيار. الآن نذهب إلى إعدادات الكاميرا. دبل نيو كوم إن دبل لاير نيو كاميرا. أنا أختار دائما 35 ملم لأنها تفيد في الإشارات التلفزية والكليبات. أيضا نختار إضاءة لايت، نضع هنا 60 وهنا 100. ندخل أوكي. الآن نرى الإضاءة. الإضاءة ليست مفعلة بعد، والكاميرا أيضا ليست مفعلة بعد. خطوة لتفعيل الكاميرا، نذهب إلى ريد سولايد كاميرا، ومن هنا من كاميرا بوزيشن نحولها إلى كومب كاميرا. هكذا التكس يصبح جاهزا للعمل مع الكاميرا التي وضعناها هنا. نغلق الآن الكاميرا ونذهب إلى اللايت. هنا نحول من ديستانس سورس إلى فيرست كامب لايت. أيضا اللايت أصبحت تشتغل. انظر إلى الضوء. أيضا يمكنك زاد بماتيريال أو ما شابه لتلوين التكس، يبقى لك الاختيار. الآن نذهب لنضيف خلفية. الخلفية سهلة جدا. نذهب إلى لاير منيو سولايد ونضغط هنا اللون الأبيض ونعمل ماك كومبوزيشن ونضغط أوكي ونسحبها للتحت إلى التحت. كما ترون الآن نذهب إلى الكاميرا، نضبط الإضاءة كما تريد أنت ونضعها هكذا. الكاميرا الآن لديك، ننظر إلى النص، ثلاثي الأبعاد يرقص. ويمكنك التحكم بين الكاميرا من هنا من هذه. هذه كاملة إعدادات للكاميرا. يمكنك أخذ حريتك في التعامل مع التكست، أو هذه التي أنا أستعملها لعمل إشارات تلفزية. انظر هكذا إخواني، نكون قد انتهينا من درس عمل نص ثلاثي الأبعاد ببرنامج الأفتر إفكتس. سنلتقي في درس جديد مع الفوتوشوب، أيضا عمل نص ثلاثي الأبعاد بالفوتوشوب.